بالنسبة للخضرة راه ثمن مناسب، ثمن راجع ماشي غالي بزاف. كاين السلعة اللي غالية بحال البصلة كركوبة، بحال المطيشة، المهم كاين جلبانة، اللوبيا. وبالنسبة للناس راه منظمين والسوق منظم، أصحاب الجماعة كيعقموا، أصحاب النظافة قايمين بالواجب ديالهم، حنا كاملين يد وحدة، لا البائع اللي كيبيع ولا اللي قايم بالدور ديال السوق والنظافة، وهادشي حنا يد وحدة ضامنين. بالنسبة للأثمنة راه الأثمنة هي هذيك، الأثمنة اللي كانت راه هي هذيك. بالنسبة للحاجة اللي غالية راه الليمون شوية داير الثمن، راه من شحال هذه ومن الأول ديالو هو داير الثمن بلا هادشي اللي واقع. وبالنسبة للكليان راه كيجيو، ما كاين نظام، ما كاينش واحد حدا واحد، كاين اتساع. وبالنسبة للنقا راه كاين نقا، التعقيم كيجيو، كيجيو عندنا صحاب التعقيم كيعقموا بالليل، ملي كنمشيو حنا كيعقموهم شوية ولكن مزيانة. بعدا كتمشي في حالاتك ترتاح مع وليداتك، ماشي كتبقى ثاني حتى 12 ديال الليل، من 7 الصباح حتى 12 ديال الليل. الحركه خويا دابا كانت في الاول كانت نايضه فاش سمعوا بان هاد كورونا، الناس كامله جلات على الخضره كتاخذ، اما دابا الحركه عيات، ما كاين لا مدخول لا والو. دابا حاليا الخضره خويا غاليه من عند مواليها، من عند الفلاحه، ما كاينش شي زعما، ما كاينينش الناس اللي واقفين على هاد الثمن اللي كيطلعوا فيه، ما كاينينش الناس كاع. لا كاين اللي دابا ولاو عارفين هاد القضيه بانهم كيتباعدوا على بعضياتهم شويه، كيخافوا من هاد المرض اللي ينتشر. كيجيو عندنا، جاو شحال من مره، ديما كيجيو عقموا هنايا، كيجيو اصحاب النظافه كلهم كيجيو. السوق ديال هاد الايامات محرك، الخضره غاليه اخويا، كاين الثمن بزاف، كاين الثمن اصحيبي. الحامض داير 10 دراهم، خيزو داير 140، الدجال داير 160، الخيار 140، الفلفله 10 دراهم، اللوبيا 300. اللفت 140، طاطا 100 ريال، قوق 160. الثمن كاين من مرش، الثمن ملهي بزاف كاع، خاصهم يحيدوا الشناقة. يجيو كيتقداو باغيين الخضرة، كيتقدا 4000، 5000، 3000، 2600، مول 80 درهم. بنادم على قد جيبو. اخويا هاد الايامات مع اخوان عاد بدا المرض ديال كورونا، عاد عندنا البيع والشراء شوية ناقص، وقالوا لنا الستة كنمشيو بحالتنا. المهم على كل حال الله يجعل البركه، اللهم الصحه ديال بنادم. ومره كيجيو ومره ما كيجيو، حيت دابا بنادم كيقول لي ريح دارك. لا المهم لا قضت كيجيو، حنا كنقولوا بعدهم بعضياتكم، ديروا اتساع 100 متر مع بعضياتكم.